Var ama... Buradaki hexagonlara asıl güzel. Hexagonlar compact değil mi? Hexagonlar. Vurt zite. Zide nesi vurt zite? Tehancı var. Vurt zite ve hedda blend. Blend var. Çoğuk canım, çoğuk canım. Bakın hani yanda. La structure c'est ça. يعني لا كوردينونس كل صوديوم لا سقفاس تاع الكلور وكل كلور لا سقفاس تاع الصوديوم دونك ام ا بلس سي ال موان يعني الكاتيون ديالنا هو ام ا بلس والانيون ديالنا هو سي ال موان فوالا دونك هنايا مثلا سي ال موان نعملوها بالزرق ام ا بلس نعملوها بالنوار normalement n a plus وعندنا c r moins c r moins occupe les cubiques face centre c'est cubique face centre يعني 8 في لي سومي و 12 ميليو دي زاريت وحده في ماشي لا اش كندخل 8 في لي سومي و 6 في السونتر ديال الفاس 8 في لي سومي 8 اندروميد في 8 اندروميد فوالا و 6 سنتر دي فاس دونك 8 اندروميد في ان 8 هذا بالنسبه للكلور بالنسبه لان ا بلس اوكوب لي سيت اوكتا لي سيت اوكتا اصلا لي سيت اوكتا هما لي سيت 6 يعني سيت اوكتا يدري يكون دار دايره في 6 دارات اخرى سيت اوكتا يعني في 6 يعني يكون دايره في 6 دارات اخرى ماشي من نفس النافذ بحال هذا مايمكنش يكون اكثر ولا اقل فوالا لا يعني لي سيت اوكتا شحال كاينين كاينين 13 توتال وحده في السونتر دو كوب و 12 في الميليو لي زاريت اللي في السونتر دو كوب كتضرب في واحد والميليو دي زاريت كتضرب في الربع ياك ميليو دي زاريت اذا قلنا الكلور الكلور كيبيك فاس سونتر لي سومي فوالا و سونتر دي فاس عندي ستة لي سونتر دي فاس دونك هادو كاملين كيشكلو لي سي ال موا اولا الانيون فوالا سي ال موا اولا الانيون دابا غنشوفو الكاتيونات اللي هما ان ا بلس ان ا بلس اوكوب لي سيت اوكتايدريك شحال لي سيت اوكتايدريك في الكوبيك فاس سونتري 13 واحد في السونتر دو كوب اللي جا هنايا في الماركت مثلا هذا شحال داير الدار الدار 6 واحد جوج ثلاثة أربعة وحدة تساعي حتى هنا فوق 12 اخرين مليون دي زاريت هنايا هنايا فوالا هذه البروجيكسيون ديالها يا سلام بام 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 هنايا 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 فوالا وما هذاك يا ماشي ماشي شي واحد لا باقي هنايا توتال 12 حق الربع يعني زد د سي ال موان سي ال موان كوبيك فاس سونتر 8 دي سومي اذا 8 في 1 8 زائد 6 1 2 هنا ربعة إذا ربعة سي ال موان باغ مايل وعندنا إن أ بلس زد ديال إن أ بلس وحدة في السونتر دو كوب زائد 12 في الميليو دو زاريت حتى هي ربعة إذا ربعة بالكلور وربعة بالصوديوم اللي كنشركوها شحال هي الزد ديال الجزيئة كاملة؟ ربعة إن أ سي الجزيئات البيضاء بارمان أربعة إن أس سي إل بار دونك هاد الزيت كنستعملوها في لا كومباسيتي في لا دونسيتي باغ إكزومبل تستعملها مصبولين فوالا مصبولين إذا الزيت هي الزيت هي أربعة دونك لا كوردينونس قلنا ستة ستة ياك مثلا هادي شحال دايرين بها دايرين بها ستة ديال ستة ديال الكلور و نورمالمون هادي مثلا شحال دايرين بها د الصوديوم ثاني دايرين بها 6
واحد جوج ثلاثة أربعة فوالا ها ها خمسة ها خمسة وستة تكون فوق فوالا ستة ستة إذا لا كوردينوس ستة ستة دابا لا بلو لا ديستونس لا بلو بروش أونتر كاتيون و أنيون يا لا ديستونس لا بلو بروش أونتر كاتيون و أنيون الكاتيون و أنيون طونجونس تمسين إذا فين التماس اللي عندي هنا نورمالمون ببساطة نورمالمون واخا غادي نخليوها الفلار ياك إذا شنو عندي أ شحال كتساوي أ جوج لي رايون الأنيون زائد جوج لي رايون الكاتيون نورمالمون بارامتر ديال لامبا يبدا لبس لي رايون ديال الأنيون الكاتيون قلنا أقصر أقصر مسافة بين الكاتيون والأنيون أقصر مسافة بين الكاتيون والأنيون هي ألاج ألاج كتساوي رايون الأنيون زائد رايون الكاتيون كيف كندرسو لا ستركتور إيونيك ديال إن أس إل دابا أقرب مسافة بين الكاتيون والكاتيون دونك هاد البارامترات هادو يعني كيعاونونا من هاد التمتحان مثلا تخيل عطاني الرايون الكاتيون والرايون الانيون قال لي استنتج البارامتر لا ما لا استنتج البارامتر يعطيك بارامتر لا ما الرايون الكاتيون استنتج البارامتر الرايون الانيون يعني كتخليني نجلب بزاف المعلومات مزيان اذا اقرب مسافه بين الكاتيون بين الانيون والانيون هي اجل رجوج علاش فوالا ديغونال ديغونال شحال هي اجل رجوج ديغونال بلا فاس أجل الرجوج هي أربعة رايون الأنيون ياك إذن أجل الرجوج هي أربعة رايون الأنيون أنا شنو عندي أقرب مسافة بين الأنيون والأنيون هي من هنا من هنا هذه شحال فيها دلي رايون الأنيون فيها جوج المسافة من هنا من هنا هي هذه كاملة أجل الرجوج تقسيمها إذا أقرب مسافة بين الأنيون والأنيون هي أ جد الرجوج علاش؟ إش عندها؟ تساوي أكبر من أو تساوي جوج لي رايون الأنيون ياك الأنيون والأنيون ما متمسينش كاين واحد التنافر بيناتهم خير إذا هاد المعادلة هادو نورمالمون كنعملو واحد التعميل كنعمم الى اخره الديمونستراسيون كاينه في بوليكو كنعملو واحد التعميل الى اخره كنجبد له رابور لو رابور بين شكون وشكون بين الرايون يعني كنشبر كما قلنا كنحسبو الرايون الانيون على الرايون الكاتيون اذا جبرنا محصور بين قبيلاتي شنو جبرنا هنا قطعا قبيلاتي 0.732 شحال جبرنا كنا 0.732 واحد دابا 0.732 شي حاجه صغار منا 0.404 في نهايه المطاف راه كتحفظ هاد الاعداد 0.414 الى حسبت الرايون الكاتيون قسمته على الرايون الانيون جبرته محصور هنا او يساوي على قطعه نورمالمون شنو نقول على ستريكتور ستريكتور دو تيب ان اس ال يعني 0.0 الا جبرتو 0.732 واش غنقول لها ان اس ال قطعا يعني مع ملي تكون ديك الساعه مع اس اس ال اس اس ال حيت انا قطعا الا حسبت هذه التقسيمه هذه جبرتها 0.732 واش تبع ان اس ال واش كتبع ولا انا قطعا اذا جبرتها كتساوي هذا العدد واش هذا العدد مع ريستريكسيون ان اس ال هذا العدد مع من هاد تيب اخر اصغر داخل معاه يعني صغيره منا راه داخله مع اصغر واضحه الفكره تساوي معاه اعزائي الطلبه هذه هي لاستريكتور ان اس ال ديستريكتور ايونيك كان معكم الاستاذ المهندس اصيل بورتو ترقبوا الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نهضروا على لاستريكتور شنو ستريكتور 4 4 زد ان اس زد ان اس بلاند نورمالمون لاستريكتور زد ان اس بلاند لاستريكتور 4 4 تحياتي